اهلا بيكم من جديد، وهنتكلم في موضوع صغير كده مش هناخد فيه وقت طويل عشان نستقبل ضيوفنا كابتن حماده وكابتن بلال وكابتن اسامه حسني. موضوع الاعارات، موضوع الاعارات اللي هو مرتبط بمين يلعب ضد فرقته القديمه او ما يلعبش ضد فرقته القديمه، ولو لعيب معار مثلا من حقه يلعب ولا مش من حقه يلعب. عايز تلعبه براحتك، مش عايز تلعبه براحتك، لكن ما حدش يقول ما تتكلموش في الموضوع ده، ما تتكلموش في الموضوع ده، لان انت متضرر فيه، انت واحد في المنظومه او واحد في الجدول او واحد في الدوري. مش ممكن ابدا فرقه تبقى عندها 16 لعيب محترف او لعيب معار او 20 لعيب معار متوزعين على انديه كبيره بحجم الاسماعيلي او المصري المقصه او الاتحاد او مثلا سموحه او المصري او انديه من الانديه اللي هي كبيره، يعني قوتها بتبقى كبيره جدا، وتلعب ضد المنافس بتاعك وما تلعبش ضدك انت يعني. فبالتالي انت واحد من العنصر من اللعبه المتضرر من قرار زي ده. فالقرار ده فردي، هل هو قانوني ولا مش قانوني؟ لا، مش قانوني خالص. واللي بيستشهد للمره المليون بالاتحاد الانجليزي، الاتحاد الانجليزي عامله لكل الانديه، لكل الانديه، ما فيش نادي معين يعني بيفرض عليه حاجه ونادي تاني بيفرض عليه حاجه اخرى. ثانيا، هو الموضوع مش مرتبط بلاعب بس او اتنين بس او ثلاثه بس، انت بتتكلم في حوالي 16 20 لعيب، 16 20 لعيب، انت بتتعاقد مع 70 مع 90 مع 100 يعني في خلال الثلاث سنين يعني، فبتوزعهم على الانديه، فبتضعف من الانديه وهي بتلعبك، بتضعف من الانديه وهي بتلعبك، وبتقوي الانديه وهي بتلعب المنافس بتاعك. الله، انهي منطق يقول كده؟ انهي عقل يقول كده؟ انهي يعني عداله تقول كده؟ تقول ان انت بتقوي الفرق الثانيه عشان تلعب قدام المنافس بتاعك، وفي حين ان انت بتضعف الفرق وهي بتلعبك. انهي عقل يقول ده؟ يعني لو الموضوع ده حتى لو في اتفاق لكن بيمنعك من الفير بلاي او العداله اللي موجوده في الملعب، مفيش كده، مفيش كده ابدا. ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا، يعني محدش يقدر يجي عليك باي حاجه خالص خالص نهائي. لو لعبته وخدت القرار ان هو يلعب، محدش هيقدر يقول لك على حاجه اطلاقا. لعبه ويا عم، ولو حصلت حاجه تعالى لي قول لي، مفيش مشكله اطلاقا. لا الاتحاد المصري هيقدر ياخد قرار ابدا، مستحيل، ولا الاتحاد الدولي هيقول لك زي ما قلت المره اللي فاتت والمره المليون، هيقول لك الكلام ده خاص بيكم انتم، مفيش مشكله خالص، تلعب ما يلعبش براحتك على الاخر. ولو جات لك غرامه يا سيدي الاتحاد المصري يدفعها، ما هو بيعمل كده في الوقت الاخير او في الاوان الاخيره لما بيحصل حاجه ملوش علاقه خالص بها الاتحاد المصري ولها علاقه بنادي بس، بيدفع له الغرامه. لكن في حين انديه تانية ممكن يبقى عندها نفس المشكله او بتتعرض لنفس الازمات ما بيدفع لهاش، فلو حصلت لك هيعتبرك النادي ده ويدفع لك الغرامه، مع ان انا بقول لك مفيش غرامات، مستحيل يبقى فيه غرامات. يعني ان الاتحاد الانجليزي هو مؤسس كره القدم صحيح، والكره يعني الانجليز هم اللي عملوها صحيح، لكن هم منفردين بالموضوع ده. زي في بعض الاوقات ما اعرفش القانون ده عندهم سائد دلوقتي او سائر لحد دلوقتي او اتوقف، ممكن يكون سائر، لكن من اربع خمس سنين كان الاتحاد الانجليزي من شهر 2 لحد شهر 5 بيعمل انتقال داخلي، بيعمل انتقال داخلي، يعني ممكن تتم اعاره لاعب مثلا في شهر فبراير يروح نادي تاني من غير مقابل مالي، والنادي اللي استعار اللاعب ده يدفع له فلوسه بس الاسبوعي او المرتب الاسبوعي. كان بيعملها كده الاتحاد الانجليزي، هل ده موجود لحد دلوقتي ولا مش موجود؟ لكن ما يقدرش الاتحاد الانجليزي يعمل لعيب معار من شهر فبراير خارجي اجنبي، لان ده بيتطلب حاجه اسمها تي ام اس، فهتخش على تي ام اس هتلاقيه مقفول فمش هيسمح بيه اصلا، لكن في النظام الداخلي بيسمح بيه، هو حر خاصه على كل الانديه. فعايز اقول وبصوت عالي جدا جدا جدا، ما تخافش من اي حاجه، عايز تلعب فلان لعبه، عايز تضحي بقى حضرتك فلوسك كتيرة وبتجيب لعيب مثلا ب 3 4 مليون جنيه في السنة إعارة أو 2 مليون جنيه أو 3 مليون جنيه وما يلعبش بطولتين أو ما يلعبش بمباريتين مهمين جدا والمباريات المهمة والحاسمة والجماهيرية وفلوسك كتيرة ومضحي بالكلام ده، براحتك بقى، أنت حر يعني. لكن اصلا في بدايه الموضوع انت بتحل للنادي ده مشكله كبيره جدا، لانه عنده كميه كبيره جدا من اللعيبه. تخيلوا لو في نادي مثلا ما تمش اعاره 17 18 لعيب عنده، 17 18 بجد يعني بيعير 17 18 20 لعيب، ما هم دول هيبقى مطالب ان هو يدفع لهم مرتباتهم الشهريه، وهو مش هيلتزم بالموضوعات المرتبات الشهريه دي، بدليل ان في لعيبه ما قبضتش شهرين ثلاثه بنص القانون واللوائح بتسمح لهم ان يروحوا ببلاش. وكان اسامه ابراهيم لو تتذكروا كان ماشي كده ببلاش، ما اعرفش اسامه ابراهيم دلوقتي بيلعب فين، في سموحه تقريبا ولا حاجه، في سموحه. فاذا انت بتحل له مشكله،
مش ممكن تحل مشكله وتصدر لنفسك مشكله، يعني انت مش ممكن تحل لطرف مشكله وتتصدر لنفسك انت مشكله. ثانيا انت عندك جماهير برضو يعني خدت على لعيبه معينه مميزه نتائج بتتحاسب عليها، فمطالب جدا ان انت تلعب بكل قوتك في كل المباريات. على فكره احنا في النادي الاهلي مثلا ممكن نكون عملنا الموضوع ده مع احمد عبد الظاهر، لكن مع جون انطوي واحمد الشيخ لعبوا معانا لحد اخر نفس، واحنا مصر المقاصه بتنافسنا الموسم اللي قبل اللي فات، وكانوا من هدافين الدوري وجابوا جوان فينا كمان، ومحدش طلع قال لهم انت احمد يا شيخ يا اللي كنت مش عارف ايه، وانت يا جون انطوي مش هدخلك الجزيره، مش هتعاو مش هتعتب عند التحرير، اخرك مترو التحرير. لا، محدش قال كده. العب يا سيدي، مفيش اي مشكله. انت بتروح اصلا عشان تكتسب حساسيه المباريات. انا بقول لحضراتكم الموضوع ده مش قانوني خالص على الناس، يعني عايز ما تلعبوش براحتك برضو، دي براحتك، لكن انا بكلمك على الصح. وكل واحد بعد كده، كل واحد بعد كده هيتم اعارته او هيستعير لاعب، ما يحطش البند ده ابدا، ما يحطش بند ان انا ما العبش قصادي. ده مش قانوني، وانت مش بتدفع فلوس عشان تتحرم من لاعب مرتين ثلاثه. لنا للكلام بقيه وللحديث بقيه بس في وقت تاني، عشان الموضوع ده مهم جدا. اطلع فاصل واستقبل ضيوفي بقى، كابتن حماده وكابتن بلال وكابتن اسامه حسني، نتكلم على الاهلي وسفره، ونتكلم كمان على مباراه النهارده الاتحاد وبتروجيت. We'll be right back.